مركز جرين هانز للعناية بالبشرة والجسم. مركز جرين هانز للعناية بالبشرة والجسم. مركز العناية بالبشرة والجسم بأحدث الأجهزة العالمية، تبييض الوجه، إزالة حب الشباب وتنظيف الزوان، وإزالة النمش والكلف، إزالة السواد حول العين والانتفاخات، تقشير الجسم وترطيبه، شد الجسم ورفعه بالطرق الطبيعية، بادي كير وماني كير، رسم تاتو، إزالة الشعر الزائد. حصريا فقط لدى جرين هانز. قناع الملكة، صفائح الذهب لإخفاء التجاعيد وتسكير المسام الواسعة. حصريا فقط لدى جرين هانز. توحيد لون البشرة. توحيد لون البشرة. ماسكات الكافيار لشد البشرة، أحدث الكريمات العالمية والإسبانية، تجدونها فقط لدى جرين هانز مع المتخصصة وخبيرة التجميل نسرين طبنجي، الحاصلة على شهادة اتحاد الخليج العربي وأكاديمية عايدة المملكة الأردنية الهاشمية. جرين هانز، طول كرم، دخلة الهلال الأحمر، مجمع سيتي سنتر، الطابق الثالث، هاتف 09-2674-422. اطلعوا على كل جديد عبر صفحتنا على الفيسبوك مركز جرين هانز. مركز جرين هانز. جرين هانز. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسيات الرائعة جدا في شهر رمضان المبارك. نحن بدأنا في العد التنازلي لنهاية شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر السعيد، لكن في هذه الأمسية سنكون وإياكم مع جرين هانز للعناية والبشرة. طبعا مركز جرين هانز ولأول مرة في فلسطين قناع الملكة للنعومة والنضارة، تحديد خلايا إزالة التجاعيد، تسكيل المسافات الواسعة، أيضا تبييض لون البشرة وتوحيد لون البشرة، معالجة مشاكل البشرة، دورة الدموية، طول كرم، العنوان طول كرم، دخلة الهلال الأحمر، مجمع سيتي سنتر، الطابق الثالث، لصاحبته الخبيرة نسرين طبنجي. طبعا صفائح الذهب تعني تخفيف البهاق للبشرة ومشاكل الجلد الدائمة. لا تنسوا بأن الاستشارة مجانية مع جرين هانز، البشرة دائما ألمس. تابعونا أعزائي المشاهدين في هذه الأمسية بصحبة براء عمر من وراء الكاميرا ومنتصر عناني، اربح مع جرين هانز. جرين هانز، طول كرم، دخلت الهلال الأحمر. أعزائي المشاهدين نبقى مع جرين هانز. جرين هانز للعناية بالبشرة، لا تنسوا أنه في شيء مميز عندها اللي هو صفائح الذهب لإزالة البهاق وأيضا مشاكل متعلقة بالجلد والعديد من الأمور، لأول مرة في فلسطين. مساء الخير. مساء الفل. تعرفين على حالك؟ غدا حبيب الله من عين ماهل، قضاء الناصري. قضاء الناصري، أهلا وسهلا فيك. شو جاي تعمل عندنا في طول كرم؟ طبعا جاي نتسوق وجاي نتعرف على على طول كرم. كيف الأجواء عند طول كرم؟ أجواء بتجنن جدا. حلوة، هاي محرومين إحنا منها. يعني إحنا في تواصل ما بين الناصرة الداخل الفلسطيني وأيضا طول كرم. أكيد أكيد. طيب شو الاسم كمان مرة؟ قاعدة حبيب الله. طيب عندنا سؤال بتجاوب عليه مع جرين هانز، ما معنى مر عليك اسم رشا؟ لا المزبوط ما مرش علي اسم رشا. إيه يعني الأسماء لها معاني، ما معنى اسم رشا؟ منتصر من الانتصار، يعني مش انا منتصر اسمي بس من الانتصار، بس شو معنى اسم رشا؟ مرت عليكي؟ لا ما مرش علي، بس تحديدا ليش رشا؟ يعني احنا عندنا عده اسماء، امبارح نسرين، بناش رشا، يعني اسماء عديده، احنا بدنا شو معنى، ما هي اسماء بنسميها بدنا نعرف شو معناتها. رشا. طب شو اسمك انت قلتي لي؟ غاده. طب شو معنى اسم غاده؟ الفتاه الطويله العنقاء، جميله. الطويله العنقاء. طيب هاي في لك معنى؟ طبعا طبعا. طيب هو انا اسم رشا شو؟ رشا. مرش معاكي؟ لا ما مرش علي هذا. طيب مع جرين هانز، عشان من ابناء الناصري ومن اخواننا في الداخل الفلسطيني، اغير لك السؤال. طيب رشا معقد الاسم، مع انه سهل. لا بس انه مش ما مرش على بالي، يعني انه معناه لأنه لا والله سهل اسمه. طيب طيب شو بدك غششها؟ طيب يا ستي سؤال سهل مش صعب، ويعني الكل بيعرفه، من هما القائدان اللذان استشهدا كأبطال في عصرنا الحديث وتحدوا الأمريكان وإسرائيل؟ أسامة بن لادن. لا. لا أسامة بن لادن. لا كيف هدول؟ اثنين، واحد رئيسنا مين رئيسنا؟ أبو عمار. والثاني ياسر عمر في العراق. بالعراق صدام حسين. صدام حسين. إذن بطلين هم اللي وقفوا شامخين وما استشهدوا، هم أبطال، الشهيد أبو عمار وأيضا صدام حسين. يا غادة طبعا سيتي سنتر هاي هون مجمع الطابق الثالث، روحي جيبي جائزتك مباشرة. شو بتقولين لهم لجرين هانز؟
شكرا كثير ويعطيكم الف الف عافيه. واحنا بنقول لك اهلا وسهلا باهل الناصره. الله يسلمك يا رب وانت بالف خير يا ربي وكل عام خير للجميع يا رب. جرين هاندز طول كرم دخلت الهلال الاحمر. اذا اعزائي المشاهدين نواصل مشوارنا مع جرين هاندز للعنايه بالبشره، ولا تنسوا صفائح الذهب اللي هي بتعالج طبعا البهاق والامراض او المشاكل الجلديه، ولا تنسوا ايضا جرين هاندز شيء مميز لاول مره باداره الخبيره الفلسطينيه نسرين طبنتي. طبعا عنوان مجمع سيتي سنتر الطابق الثالث. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. تعرفين حالك؟ هبه بدران. من وين هبه؟ من عتيل. اهلا وسهلا فيك من عتيل. اهلا وسهلا فيك. كيف اجواء طول كرم؟ الحمد لله منيحه. الاوضاع كثير حلوه. جايين جهز العيد؟ ايوه ان شاء الله. طيب سمعتي بجرين هاندز؟ جرين هاندز للبشره والعنايه طبعا، عندها ايضا للعروس كمان شيء كامل مميز، يعني حتى تكون عروس مميزه بس جرين هاندز. طيب في عندنا سؤال اللي تجاوب عليه بتاخذي جائزتك مباشره. ماشي. طيب السؤال بيقول ماذا تعني الحوكله؟ ماذا تعني الحوكله؟ سهل جدا. هسه لما تزهق جوزك مغلبك او ابنك مغلبك شو بتقولي له بالاخر؟ لا حول ولا قوه لا الا بالله. الا بالله شو سموها؟ حوكله. كثير بتقولها لجوزك؟ لا طبعا. لا طبعا. طيب اذا الحوكله يا اجابه صحيحه، ماذا تعني الحوكله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اجابه صحيحه هنا. شوفي لي هذه شو مكتوب؟ سيرين. نسرين. نسرين. طبنجي. طبنجي. طبعا مجمع سيتي سنتر هي هون مباشره، بتروح على الطابق الثالث بتاخذي جائزتك. شو بتقولي لها؟ شكرا. شكرا. ميرسي. شكرا لك. اذا كل عام وانتم بخير مع اقتراب موعد عيد الفطر السعيد ومع جرين هاندز. ابقوا معنا في هذه الامسيه الرمضانيه بصحبه براء عمر ومنتصر العنان. جرين هاندز طول كرم دخلت الهلال الاحمر. اذا اعزائي المشاهدين مع هذه الاجواء الرائعه جدا بصحبه جرين هاندز للعنايه بالبشره، لا تنسوا صفائح طبعا صفائح الذهب لأول مرة في فلسطين مع جرين هاندز، جوائز بانتظاركم. طبعا مجمع سيتي سنتر الطابق الثالث. مساء الخير. أهلين. تعرفين حالك؟ شوي حبيبي. أمال. إم ماهر. إم ماهر. أهلا وسهلا فيك إم ماهر. شو بتشري للعيد قاعدة ولا كيف؟ بتسوق. بتسوق. كيف شايفة لرمضان؟ الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالخير وبتكون فلسطين متحررة ونعيد كلياتنا إن شاء الله، ورمضان القادم في القدس الشريف إن شاء الله. طيب في عندنا بتسمعتي في جرين هاندز؟ سمعت. هاي مجمع سيتي سنتر هون الطابق الثالث. طبعا خبيرة لأول مرة، خبيرة اسمها نسرين طبنجي من أفضل الخبيرات في العناية بالبشرة. طيب في عندنا سؤال بتجاوب عليه بتاخذي جائزتك مباشرة. طيب مش صعبة. طيب لو جينا يعني حظك حلو يا ماهر. ان شاء الله. اسمعي، عكس كلمة سهل. بس سهل صعب. صعب. صعب ولا سهل؟ عكس سهل صعب. طب عكس صعب سهل. سهل. شو رأيك إجابته صحيحة؟ عكس السهل شو؟ صعب. صعب. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة مع جرين هاندز. طيب تفضلي هاي جائزتك من جرين هاندز مباشرة واستلميها. شو بتقولي لها؟ شكرا لها. كل عام وانت بخير. جرين هاندز طول كرم دخلت الهلال الأحمر. عندنا سؤال بتجاوب عليه بتاخذي جائزة مباشرة من مين؟ من نسرين. السؤال بيقول يا جماعة احنا دائما بنسمع كلمة الصعاليك والصعلوك، ماذا تعني الصعلوك؟ يعني الحمل او مش كويس. لا لا الصعلوك لا شوي شوي الحمله شوي. الصعلوك ماذا يعني الصعلوك لما احنا بنقول الصعلوك؟ يعني بجوز ناخذها من نوع. لحظه شوي خالتي، احنا مرات بنقول شوي حج. طيب شوي حج. لحظه بنقول احنا مرات بنقول صعلوك يعني معناته اشي مش يعني هامل او مش مزبوط. لا. طيب مجموعة من الفتيان ثاروا على الاغنياء من لاطعام الفقراء واليتامى والارامل. معناه صعلوك. ايش قلت كلامك؟ بس في كلمة واحدة معناها الثورة ضد الاغنياء. لا. معنى اسمع هون، جماعة جاهلية قامت حكى حكى حكتها، بس انا بدي معنى الصعلوك، كلمة صعلوك قصير. كيم القاف حط نقطة بدل الفصير. الفصير. لا حط النقطتين على هذيك الثانية. الفقير. الفقير معناها صعلوك هو الفقير. انا معاك بدي تقولي بس معنى الصعلوك، انا بقول لك معنى الصعلوك هذه قصتها مزبوط، بس معناها الفقير. شو معناها الفقير؟ الفقير. طيب
مبروك عليك جائزة من مين؟ من السيد. طبعا انت بتروح تسلميها مباشرة، شو تقولي لها؟ كل عام وانت بخير وان شاء الله بنعد عليها وهي دي البال، وعليكم وعلى جميع أمة محمد المسلمين. كل عام وانت بخير. تابعونا في هذا البرنامج عسى المشاهدين وهذه الأمسية بصحبة جرين هانز بإدارة الخبيرة نسرين طبنجي. جرين هانز طول كرم دخلت الهلال الأحمر. هذه المجموعة والوجوه طيبة جدا في هذه في رمضان العامر، ومنلتقي مساء الخير. أهلا. من وين حضرتك؟ طيبة. من الطيبة يا جماعة، أهلنا في الداخل الفلسطيني بتواصل معنا، تحية لأهل الطيبة، صفقة لأهل الطيبة وأهلنا في الداخل. طيب أهلنا في الداخل الفلسطيني دائما بتواصل معنا. طيب كل إنسان بحاجة وخاصة الستات للبشرة، تلوين تبييض البشرة، مزبوط؟ أكيد. في عندنا مركز اسمه جرين هانز، هذا من أفضل المراكز عندنا حتى على مستوى فلسطين، والخبيرة نسرين طبنجي طبعا هو مجمع سيتي سنتر هون في الدخلة هاي الطابق الثالث. طيب شو اسمك أنت؟ ريهان. ريهان؟ أيوة ريهان. تراهنينا يا ريهان إنك تفوزي ولا ما تفوزيش؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ريهان شوي حبيبي لورا شوي عشان أعرف. السؤال بيقول مرت عليك كلمة دكتور صح؟ أكيد. دكتور كلمة لاتينية شو معناها كان؟ دكتور يعني طبيب يعني حكيم يعني. لا كانت تطلق على مين؟ حكيم، على الحكيم. أوكي أنا معك، بس كانت قديما تطلق على مين؟ واحد يقول له دكتور على اللي مش مختار. استنى جربتي أكثر مهنتين، أكثر مهنتين بتداولوهن الناس بحبوا يدرسوهم لأولادهم، شو مين؟ أكثر مهنتين بحبوا يدرسوا الأولاد شي قولي لي. طبيب وإيش؟ لا لا غير محامي. لا طبيب بقول بدي أدرس ابني دكتور وكمان واحد إشي تاني. مهندس. مهندس كان يطلق على المهندس وعلى مين كمان؟ والمعلم كمان مهندسة ومش عارفة. لا لا حول ولا قوة إلا بالله، على المهندس وعلى المعلم كان يقولوا له دكتور بالزمان. طيب ريهان انت كسبت الريهان معنا، تفضلي مع جرين هانز. شو بتقولي لهم؟ رمضان كريم، كل عام هم بخير. روح استلموا مباشرتك جائزتك، كل عام وانتم بخير، الف مبروك. جرين هانز طول كرم دخلت الهلال الاحمر. اذا اعزائي المشاهدين بهذا التواصل من شاشه الفجر الجديد وبرعايه جرين هانز للعنايه بالبشره باداره الخبيره والاخصائيه نسرين طبنجي، العنوان مجمع سيتي سنتر دخلت الهلال الاحمر الطابق الثالث. نكون قد اسلمنا الستار عن هذه الامسيه الرمضانيه، نلتقي واياكم مع امسيه اخرى وحتى الأمسية الأخرى التالية من شاشة الفجر الجديد. نلقاكم غدا إن شاء الله برعاية دائما جرين هانز. نشكر لكم حسن المتابعة والمشاهدة، هذه تحيات من وراء الكاميرا برا عمر وتحيات منتصر العناني. مركز جرين هانز للعناية بالبشرة والجسم. مركز جرين هانز للعناية بالبشرة والجسم. مركز العناية بالبشرة والجسم بأحدث الأجهزة العالمية، تبييض الوجه، إزالة حب الشباب وتنظيف الزوان، وإزالة النمش والكلف، إزالة السواد حول العين والانتفاخات، تقشير الجسم وترطيبه، شد الجسم ورفعه بالطرق الطبيعية، بادي كير وماني كير، رسم تاتو، إزالة الشعر الزائد. حصريا فقط لدى جرين هانز قناع الملكة، صفائح الذهب لإخفاء التجاعيد وتسكير المسام الواسعة. حصريا فقط لدى جرين هانز. توحيد لون البشرة، توحيد لون البشرة. ماسكات الكافيار لشد البشرة، أحدث الكريمات العالمية والإسبانية تجدونها فقط لدى جرين هانز، مع المتخصصة وخبيرة التجميل نسرين طبنجي الحاصل على شهادة اتحاد الخليج العربي وأكاديمية عايدة المملكة الأردنية الهاشمية. جرين هانز طول كرم دخلت الهلال الأحمر، مجمع سيتي سنتر الطابق الثالث، هاتف 0927744222. اطلعوا على كل جديد عبر صفحتنا على الفيسبوك مركز جرين هانز. مركز جرين هانز. جرين هانز. جرين هانز. جرين هانز.